الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت شركة تسويق النفط العراقي سومو عن زيادة صادراتها النفطية إلى أوروبا بعد منافسة في الأسواق الآسيوية. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر في الشركة أنها بدأت في زيادة الصادرات إلى أوروبا في شهر حزيران الماضي، مضيفا أن العراق عدل تدفقات الصادرات نتيجة زيادة المنافسة في الأسواق الآسيوية. وكثفت الهند والصين مشترياتهما من النفط الروسي مع تجنب مستوردين النفط الغربيين للتجارة من موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا في شهر شباط الماضي. سجلت منتجات البلاستيك والمعدات الكهربائية أهم استيرادات العراق من مصر. وذكر موقع تريد ماب أن العراق استورد من مصر خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة بلغت 460 مليون و 784 ألف دولار، مبينا أن البلاستيك والأغراض من ذلك القبيل جاءت أولا في استيرادات العراق من مصر بقيمة بلغت 80 مليون دولار، تليها الآلات والمعدات الكهربائية بقيمة مالية بلغت 79 مليون دولار، تليها مصنوعات من حديد الصلب بقيمة بلغت 49 مليون دولار، تليها الخضار بقيمة بلغت 37 مليون دولار. احتل العراق المرتبة الرابعة كأكبر مستورد من تركيا في شهر تموز الماضي، في حين ارتفعت الصادرات والواردات التركية بنسبة 13.4% إلى 41.4% على التوالي. وقالت الهيئة الإحصاء التركية في تقرير لها إن العراق جاء رابعا في صادرات تركيا لدول العالم في شهر تموز الماضي بقيمة مليار ومليوني دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسة للصادرات بمليار وأربعمائة وتسعين مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دولار، ومن ثم جاءت المملكة المتحدة ثالثا بمليار وخمسة عشر مليون دولار. أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم واحد إلى أوروبا، ما يزيد حدة المعركة الاقتصادية بين موسكو وأوروبا ويرفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة. وقال موقع نورد ستريم عبر الإنترنت إنه تم وقف إمدادات الغاز بسبب أعمال صيانة، وذلك بعد أن أبلغت شركة غازبروم الروسية عزمها على تعليق إمدادات الغاز عبر أنبوب الغاز لمدة 3 أيام تبدأ من 31 من شهر آب. ويتهم الغرب روسيا بتحويل الغاز الطبيعي إلى سلاح في المعركة القائمة بينه وبين موسكو، ردا على قيام الأخيرة بتنفيذ حرب ما زالت قائمة ضد أوكرانيا. انتعشت أسعار النفط حيث أشارت البيانات إلى ثبات الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، ما يوفر راحة بعد انخفاض بنسبة 5% في اليوم السابق، وسط مخاوف من معاناة الطلب على زيادة قيود فيروس كورونا في الصين. وقفزت العقود لأجل الخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92.47 سنتا للبرميل بعد أن تراجعت بنسبة 5.37 سنت في الجلسة السابقة مدفوعة بمخاوف الركود. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت لشهر تشرين الأول إلى 100 دولار للبرميل، مقلصة خسارة يوم الثلاثاء البالغة 5.78 سنتا. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.